أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول فضيلة الشيخ: إذا قامت المرأة بإعداد الطعام لإخوانها وهي صائمة وهي في البيت، فهل تؤجر على هذا العمل؟ نعم، إذا نوت بذلك إعانة أهل البيت وعلى صيامهم، ونوت بذلك التقرب إلى الله بخدمة أهل البيت، فإن هذا فيه أجر، هذا فيه أجر لها، لأنه من التعاون على البر والتقوى. نعم.